نتكلم على أسباب الإجهاد المتكرر يا دكتور، ويمكن في أسباب بقى متعلقة بحالة الرحم نفسه. اه طبعا يعني احنا هل في عيوب خلقية ممكن تكون موجودة في الرحم تتسبب في الإجهاد؟ اه طبعا هو احنا كنا قلنا في الاول ان ممكن يكون الرحم ده اصلا اللي هو بقى البيت اللي هيقعد فيه الجنين دون حجمه صغير، اللي هو رحم طفيلي صغير، فبالتالي لابد ان الرحم ده لابد نديله علاج عشان نكبره ويكبر ويبقى حجمه اكتر. فبنديله نوع من الهرمونات، ودي بتاخد فتره طويله على فكره، يعني بتاخد لها مثلا بتاع سنتين او سنه ونص ياخد هرمونات، ادويه هرمونات. وممكن نشوف لو كان الرحم ده في حاجه اسمها رحم ذو القرنين، ان هو بيبقى عباره عن غرفتين اتنين للرحم، كل غرفه موجوده تانية، فبالتالي كل حاجه بتبقى صغيره جدا على الجنين، فلما بينمو ما بيحط يعني ما بيقدرش ينمو بكثره، فبالتالي يكبر، فبالتالي بينزل ويحصل له اجهاد متكرر. دكتور خليني أسأل على الرحم الطفيلي أو الطفولي زي ما بتقولوا، هل حضراتكم بتكتشفوا إن الرحم ده حجمه صغير ومش هيستوعب حجم الجنين ده من قبل ما يحصل حمل أصلاً؟ اه طبعا هي دائما بتستند، يعني ايه سبب ان الرحم ده بقى طفيلي، يعني او طفولي زي ما حضرتك بتقولي، ان في مستقبلات للهرمون بتبقى في الرحم. لما بيكتر الهرمون المستقبلات دي بتتاثر وبتبدا تحصل نمو للرحم ده. فجاه ما فيش المستقبلات دي، مش موجوده، او الاحساس بتاعها بسيط، او الهرمون قليل في الجسم، كل دي بتخلي الرحم ما بينموش. احنا طبعا المفروض ان انا بتيجي لو كانت اللي هي متابعه الحمل خالص لسه في الاول، لو حصل ان الست دي حملت نبدا نشوف حجم الرحم في الاول قبل ما بيظهر حتى كيس الحمل، وابدا اشوف ان هو ده فعلا رحم طبيعي، حجمه طبيعي ولا حجمه صغير. بيتقاس الست ازاي يا دكتور؟ عن طريق السونار؟ السونار، اه بنقيس السونار. الست دايما السيدات اللي هم عندهم رحم طفيلي دون بيبقى الهرمونات بتاعت جسمها قليله شويه، والدوره بتاعتها ما بتكونش، ممكن تكون متاخره، ودايما بالاستمرار احنا بنكتشفه قبل الحمل. يعني دايما لما كنت اتاخرت في الحمل وبتيجي ببدا اشخص ايه اللي عند مأخرة في الحمل، ببدا استبعد الرحم، ابدا استبعد المبيض، استبعد الهرمون، استبعد عنق الرحم، استبعد حاجات كتيره جدا، كل حاجه بعرف اكتشفها علشان ابدا اعرف ايه السبب او الديفكت فين بالظبط، ده هو اصلا منع او اخر الحمل. احنا بنبدا نديها هرمونات لفتره طويله، بديها هرمون لفتره فترة طويله، قد ايه يا يعني دكتور؟ ممكن 3 سنين مثلا، ممكن سنه ونص. 3 سنين اه حاجة بديها بتديلها لغايه هرمون عشان اكبر. اه طبعا عشان سنه ونص تكبر حجم حضرتك الرحم. طول طيب عمرها، يا يعني مثلا بيجي لي 20 حاجه و20 سنه ما تاثرتش، طب بس فلازم يا دكتور لو السيدة أصلا يعني متجوزة في سن متأخر، يعني حياتك عارف دلوقتي انه كتير جدا من البنات بتتجوز حقيقي يمكن فوق سن الـ40، ما هو لا فهل ما انا هقول لك، هتستنى 3 سنين ما كمان؟ هو دي من ضمن حاجات الاجهاد المتكرر السن المتاخر. احنا اه عندنا في حاجه اسمها سن مناسب للزواج او للانجاب. دكتور من كام لكام تقريبا؟ يعني مثلا عندنا من اقل من 16 سنه، ده طبعا ده خطر ده فيه جدا خطورة جدا، لانها ذات نفس الاعضاء التناسليه بتاعتها ما ما حصلش فيها اكتملتش. نمو، ما اكتملتش وكده، فبيدي خطر. اكتر من 40 سنه بيبقى فيها برضه خطوره. ليه بقى اكتر من 40 سنه؟ حضرتك زي ما انا قلت لحضرتك ان السيده بتتولد، الطفله بتتولد وعندها كيس مليان بويضات. البويضه دي بتقعد مع طول فتره الدوره بتاعتها. لما يكون عندها 40 سنه يعني البويضه دي عمرها 40 سنه. تخيلي حاجه عندك شايلاها بقى لها 40 سنه، هيبقى بنفس الكفاءه اللي هي بقى لها 15 او 20 سنه؟ يعني يا دكتور البويضات نفسها ما عجزت، بتبقاش جيدة، تبقى عجزت خلاص. بيبقى فيها مشاكل، اه بيبقى فممكن فيها مشاكل. تحصل حالات إجهاض بقى في السن ده كتير. اه طبعا ما دي من ضمن الاسباب، من ضمن الاسباب الاجهاض المتكرر، سنك سنها كبير قوي، فبالتالي المبويضه مش كفاءه كويسه، يا دوبك يحصل اخصاب ولكن ما بيكملش. طب دكتور خليني أسأل سؤال يمكن هو بعيد شوية عن موضوع الحلقة، بس أكيد برضو ستات كتير تحت دلوقتي قاعدة امرك. بتتفرج علينا اه بيدور في ذهنها السؤال ده. بما انه زي ما قلت انه سن الجواز ارتفع جدا، فاكيد في بنات دلوقتي بتتابعنا تقول طيب لما انا هتجوز وانا عندي 40 سنه والبويضات اللي عندي هتبقى بكفاءه مش قد كده، هل ينفع وانا في اوائل الـ30 مثلا اجمد بويضات؟ هو ده اللي بيعملوه بره دلوقتي، آه. ان هم دايما دلوقتي
هو ده الشاغل الشاغل. وهنا بيحصل في مصر في كتير بيجوا يقول لك انا عايز اجنب الدولار. بتحصل يا دكتور دلوقتي؟ آه هل في بنوك للاحتفاظ؟ لا هو دلوقتي بدات تحصل وبره ده عادي روتين. يعني مثلا لا قدر الله لو في اي كانسر في الاوفر مثلا او اي حاجه صحيح. فبالتالي بتخزن شويه بيضات بتجمدها واما يحصل كده وبتشيله المبيض بيتشال وبتخش يعني. نفس الحكايه لما تلاقي نفسها خلاص السن هيبدا ياخر بقى والزواج ومفيش ما حلفهاش الحظ شويه فبتخزن او بتجمد بيضات ودافعها طبعا. ودلوقتي الناس بدات تعمل التكنولوجيا والحاجات دي خلت الناس تفهم الكلام ده كويس وبداوا يعملوها فاهماني. فهو دلوقتي ال 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 الست دي اللي انت حضرتك بتقولي عندها 40 فوق ال 40 سنه احنا بنقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى لطيف وخبير بينا عارف. هي ما اتجوزتش لغايه 40 زي زمان كان بيعملوا غير بقى حكايه ان انا اخد بقى وايس شويه وابدا اخزن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الله خلقكم وما تعملون خلاص. وربنا عارف ان انك ان بعد فتره هتخلي في قد ايه دي الغيبيات صحيح. فدي مش عايزين نشغلهم او مش عايز الستات في السن ده تبقى قاعده متضايقه ان انا لغايه دلوقتي عندي عديت ال 40 وما اتجوزتش وكده. لا احنا بنقول فليبتغوا من فضل الله وده بس ده فضل من فضل الله سبحانه وتعالى. فمش عايزين نخليهم يفكروا. لكن لو هي قدرت تعمل تخزن باي حال من الاحوال البويضات يبقى ده يعني بصراحه كده يبقى هي انقذت نفسها ان هي حتى لو وهنا بيحصل سيلكشن يا دكتور للبويضات وبنختار منها الجيد عشان نخزنه. طبعا هو بالشكل طبعا ما انا لما باجي اعمل حقن مجهري ما بس بدي حاجات بتكتر لي بيضات كده وبالذات نفس المعمل بيقول لي دي كويسه ودي كويسه وبيبدا يفحصه صحيح. في فحص خارجي اوكي ويفحص لما يجي يعمل الجنين بقى اوكي يعني فاهماني. طيب دكتور الرحم او الحاجز الرحمي يا دكتور كتير مننا اللي هيسمع المصطلح ده هيقول طيب لو الحاجز ده بيتسبب في انه حجم الجنين ما يكبرش او يبقى فيه مشاكل في الحمل هل ينفع يتم استئصال الحاجز ده ولا لا؟ طبعا بدون شك طبعا. الحاجز الرحمي ده وانا الرحم ده كده اتقسم بالطول بس فقسمته بالطول دي خلت كل غرفه من غرفه صغيره خالص ما تستحملش حتى لو حصل ان الجنين دوت اتزرع على حته فيها فبالتالي مش هياخد ده الفايبرز بيبقى الليف كده الحاجز ده بيبقى مكون من الليف فبالتالي فايبرز مش هيحصل انه ياخد منه دم مش فيش دم فبالتالي يحصل الاجهاض على طول وده بنسميه بقى ساعات الاجهاض الكيماوي. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنخش بمنظار رحمي وبنبدا نشيله بيبقى كويس جدا جدا نشيل الحاجز الرحمي ده كله ونخلي الرحم يرجع لطبيعته زي ما كان وده لازم يتعمل طبعا وده من ضمن الحاجات اللي هي بتتعمل. تاني حاجه احنا قلنا الرحم ذو القرنين حاجز الرحمي لو كان الست دي عندها ورم ليفي والورم الليفي دون في جدار الرحم وخارج شويه على عامل تحت الميوكس ممبرين او الغشاء المبطن لجدار الرحم فبالتالي برضو هيعمل اجهاض متكرر واخد بال حضرتك. طب لو كان عندها بولي بحاجه اسمها بولي بحاجه زوايد موجوده في جدار الرحم برضو نفس الحكايه هيبقى مفروض ان هي مش هتحصل حمل كامل طالما لابد ان نشيل البولي دي كده. في سيدات اللي هم ولدوا كتير سيدات كده وبعدين ولادات عنيفه يعني مثلا حط جفت وشد ولسه ما حصلش توسيع كامل لعنق الرحم فبالتالي وسع عنق الرحم جامد عمل حاجه اسمها بيترس سيرفكس يعني بقى عنق الرحم دون عباره عن عضلات العضلات دي بوظ العضله خالص. عند الشهر الثالث بيكون الجنين بدا يكون له عظم فبدا وزنه زاد شويه فالعنق الرحم ده قافل مش قادر يفتح فبالتالي يبدا يفتح ويقع وينزل منه الجنين ويحصل حالات الاجهاض كل ما تحمل عنق الرحم ده ما بيستحملش الجنين ويبدا يحصل لها اجهاض.